رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي خلقك الرحمن، يلي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلازلنا مع باب من أبواب رحمة الله عز وجل هذه التوبة، نظرا لقيمة ولأهميتها. والله تعالى سمى سورة كاملة في القرآن الكريم بسورة التوبة، واسم السورة هو الفكرة الأساسية والمحور الأساسي لتدور عليه السورة، هو اسمها أيها الأكرام نظرا لقيمة هذه التوبة. وكما تعلمون في هذه السورة الكريمة جاءت قصة الصحابة الثلاثة الذين نزلت توباتهم من فوق 7 سماوات، سنعيش معهم في هذه الحلقة الطيبة المباركة، الذين هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هؤلاء الصحابة كما تعلمون في غزوة تبوك، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله، تخلف مجموعة من المنافقين، وكان من بينهم 3 من صحابة رسول الله: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. هؤلاء تخلفوا كذلك. فلما رجع المسلمون من هذه الغزوة، جاء المنافقون يقدمون الأعذار إلى رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أعذارهم لأنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. وجاء كعب بن مالك، سنعيش معه في هذه القصة، نفس الكلام الذي قاله هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، لكن نحن نعيش مع كعب بن مالك لأنه كان شاب وميسر ولم يخرج إلى الغزوة في سبيل الله عز وجل. جاء كعب بن مالك إلى رسول الله، قال له: يا رسول الله، أنا لم أخرج إلى الجهاد في سبيل الله ولم يكن عندي عذر، انظر إلى صدق هذا الرجل. فقال له: يا رسول الله، أنا ما عندي واحد الفصحة، يمكن ينقلب الحق باطل والباطل الحق وما تفيقش بيا، ولكن خصني نكذب عليك الآن ويفضحني الله تعالى غدا يوم القيامة، أنا راني ما خرجتش وما كانش عندي شي عذر إلا نستحق شي عقوبة ديال هذه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: الصحابة الثلاثة اللي ما عندهمش عذر، قبل ما يجي القرآن يفضح المنافقين، قال لهم: غتقطعوهم وما تتعاملوش معاهم. وهذا أسلوب تربوي نبوي مهم جدا. إذا طغى إنسان في الناس بماله أو بمنصبه أو بجاهه فلم يستطع أن يواجهه، فعلى الأقل أن يقاطعه. فعلى كل حال، كعب بن مالك يقول في هذه القصة أن لما قطع رسول الله الصحابة لمدة 40 يوم باختصار شديد، لما بلغت 40 يوما من المقاطعة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نسائهم وإلى أزواجهم، قالوا: احتمتوا ما غتقاطعهم هلال بن أمية، قالوا: غتبشرهم ولكن ما غتخدموا ليهم وما تتعاملوش معهم. هلال بن أمية ومرارة بن الربيع شدوا النساء ديالهم، لكن كعب بن مالك صفتهم رسول دار ربه، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تقاطعونا، مشى صفته وبقى وحده في الدار. وبقى على هذا الحال. فيقول كعب بن مالك لما سمع به ملك الروم، سمع بأن كعب بن مالك هذا الرجل الصالح راه قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفت له رسالة إلى المدينة، وجاء عامل من عمالي هذا الملك يبحث عن كعب بن مالك في المدينة، فلما وجده أعطاه هذه الرسالة، قرأ فيها: سيدنا كعب بن مالك، لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وأنت لست أهلا للمضيعة، فالحق بنا نوافك. قال: الحق بنا نعطيك لك الشيء اللي بغيت ديال الدنيا وديال المنصب وديال المال، طلب اللي بغيت حنا نعطيه لك. أش قال كعب بن مالك؟ قال: هذا امتحان أخرى من الله تعالى، الله تعالى امتحني باش يقاطعني رسول الله ويقاطع لي الصحابة ويجي هذا المشرك يساومني في عقيدتي، معاذ الله. شد هذيك الرسالة وقطعها. قال له: سيد حال، رانا غنبقى على هذا الحال اللي خلاني عليه رسول الله حتى يجعل الله لي مخرجا، عندهم اليقين في الله سبحانه وتعالى. فيقول كعب بن مالك: لما وصلت 50 يوما من المقاطعة، بينما أنا صليت الصبح وجلست فوق سطح داري، فإذا بي أسمع منادي ينادي من أعلى الجبل: يا كعب يا كعب، فعلمت أن الله تعالى أنزل توبة من فوق 7 سماوات، فإذا بطارق يطرق الباب: من بالباب؟ أبشر يا كعب، فقد أنزل الله توبتكم من فوق 7 سماوات. وبجد الفرحة كعب بن مالك كان عنده جد الأسواب، عطى واحد هذاك اللي بشرب التوبة وبقى عنده واحد. وهنا خرج يصلي من زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا كعب، راه ما عمرش نهار داز عليك في حياتك بحال هذا النهار هذا اللي نزل الله تعالى بحكم القرآن وقرأ عليه قول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب الله عليهم من فوق 7 سماوات. قال كعب بن مالك واحد الكلام مهم جدا، ينبغي أن نكتبه في قلوبنا بماء الذهب وبحروف من نور. قال: أنا راه ما نزل الله تعالى بحق القرآن إلا إنني ما عمري كذبت في حياتي، ونسأل الله تعالى ما نكذبش هذا الشيء اللي باقي لي في عمري.
وفي حقه نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله تعالى يأمرنا أن نكون مع الصادقين. ومن الناس اليوم من يدعون ويقول لنا: إذا أردت أن تعيش في الدنيا لا بد لك من الكذب والحرم. لا معاذ الله، من أراد أن يعيش العيش الكريم والذي يهنأ به في الدنيا وفي الآخرة فعليه بالصدق في جميع أموره، فالصدق هو سر النجاح في جميع المجالات الحكرام. ولهذا قال لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المسألة خطيرة جدا. وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة. ستا، الذي يضمن لك الجنة هو رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. ما هي هذه الستة؟ أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عهدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذا هو الإسلام كله، أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلم عليه. اللهم وفقنا إلى التوبة وإلى الرجوع إليك يا ربنا. اللهم ارزقنا الصدق في جميع أعمالنا، وارزقنا الإخلاص، وارزقنا في شهر رمضان توبة نصوحة نعود بها إليك ونستمر عليها ما بقي من أعمالنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا لقاء آخر بمشيئته سبحانه وتعالى.